أعطيني هل تعيش؟ تفضل دكتور. ما نشوف ليس من حقنا محاكمة في مجال الاتصال. الاختيار يقوم على أهم نقطة وهو خبر أن الشخص مؤكد الذي تم التعيين ولكن الشخص الذي نختاره هو أن يلقى قبولا لدى أكبر شريحة من المتلقين، وبالتالي أساءت الاختيار. اسمح لي أستاذ، أنا راني ضد، يعني أنا نشوف بلي عندما عينوا هذا المؤثرة أن نشوفوا بنظرة أخرى، لأنها عندها صفحات وكاين بزاف ناس يتبعوا فيها، دونك يمكن انه يساهم على انه كاين بزاف ناس راح ينخرطوا في لو كرواسون روج. وكاين ثاني يعني جدل حول الإنسان هي بحد ذاتها احنا ما نعرفوهاش، يمكن انها دارت الخير في الخفاء، دونك هذا اسم سفيره الخير يحتاجنا كاع من فقط، ليس هذا ليس منصب، ما تديش دراهم ما تديش باسبور معك، ولكن حنا ما نحاسبوش ناس على النوايا. انت قلتي عندها عدد المنخرطين في الصفحات كثيره، ولكن هل حسبتي عدد الرافضين لهذا التعيين؟ ولكن لماذا نرفضها؟ أنا ما شفتش سبب يعني يخليني نرفضها. قلت أنا من الأول ليس من حقنا الحكم على هذا أو على هذا، ولكن من نجاح الاختيار أن الشخص المختار يلقى قبولا كبيرا لدى أوسع عدد ممكن من الأفراد، هذا هو شرط أساسي، ما يهمش يكون عالم أو مثقف، ولكن يلقى القبول في مجال العمل الإنساني، والعمل الإنساني يحتاج لجميع الناس، ما يهمش القبول ولا الرفض تاع الشخص هذا اللي تعين سفير.